مدن الكلام، حلقة خاصة من داخل بحيرة أثرثار. طبعا كميات كبيرة من هذه البحيرة من المياه لم تستثمر طيلة السنوات السابقة. في الآونة الأخيرة استعانت وزارة الموارد المائية بمضخات من مناشئ أوروبية ومناشئ شرق آسيوية بغية الاستفادة من كميات المياه التي تسمى بالمصطلح المتعارف عليه لدى المعنيين بملف المياه بالمياه الميتة. مستاذ أحمد، بالمياه الميتة؟ نعم، خزين ميت. خزين ميت. راح يحدثنا عن تفاصيل مشروع المضخات الجديدة التي تم نصبها في بحيرة الثرثار مدير عام الهيئة العامة لمشاريع تنفيذ مشاريع الري والبزل السيد أحمد كاظم عبد الله. مرحبا أستاذ أحمد. مرحبا بك. مرحبا بك، أجمل ترحيب في حلقتنا لهذا اليوم وبهاي الأجواء الجميلة من داخل أو منتصف بحيرة الثرثار الرائعة بكل صراحة. أستاذ أحمد، إحنا كنا نعرف أنه أكو كميات كبيرة من المياه لا تستثمر منذ سنوات طويلة لاستخدامها في إصلاح القطاع الزراعي أو للاستهلاك البشري أثناء حاجة المواطنين. شنو اللي خلى وزارة الموارد المائية تفكر خلال السنوات الأخيرة في استثمار كميات المياه أو الخزين المائي المسمى الميت داخل بحيرة الثرثار؟ تفضل سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بك أجمل ترحيب. اليوم سعيد قناة العراقية موجودة في هذا الموقع الحيوي. حقيقة الأمر هي بحيرة الثرثار هي الرئة التي يتنفس منها العراق. المياه مستثمرة بصورة كاملة، إلا أن الفرق كان الاستثمار المياه يكون سيحاً في ظل المناسيب العالية، ولكن بعد شحة المياه التي طرأت على البلاد وسبب الشحة المائية اللي هي انحسار المياه بنتيجة قلة الأمطار وقلة الثلوج، والسبب الأهم هي قلة الواردات من دول المنبع وأهمها تركيا. بعد مرور سنوات ثلاثة جفاف على العراق وقلة المناسيب وقلة الخزين المائي، وصل إلى في بداية تشغيل الخزين الميت في الثرثار وصل إلى نسبة 10% من الخزين الممكن الاستفادة منه. اضطرت الهيئة العامة للتشغيل وبدعم من معالي وزير الموارد المائية في بدء الأمر بتجميع مضخات عديدة منتشرة في المحافظات زين وتأهيلها بالكامل. بعد ذلك تم اللجوء إلى عقود مع شركات أخرى لاستيراد مضخات زين. المضخات اللي الآن اللي عاملة هي مضخات مثل ما ذكرت لك حدود 46 مضخة هي أصلا موجودة من ضمن تشكيلات الهيئة العامة للتشغيل، واستعانينا في قسم منها من دائرة الأهوار. وصلنا إلى تشغيل، بدينا من 30 متر مكعب بالثانية. أول تشغيل لموقع الثرثار كان رسمي 13/6/2023، يعني في باكورة الموسم الصيفي الماضي اللي كان أقصى موسم صيفي مر على العراق منذ تأريخه. فيما بعد تم الاستعانة بتجهيز مضخات صينية المنشأ عددها 10، أمنت لي تصريف 40 متر مكعب بحيث كان المياه المطلقة من موقع الثرثار الموقع الحالي اللي موجود أمن معدل 100 متر مكعب بالثانية. ساهم موقع الثرثار في تعزيز حوض الفرات بكمية لا تقل عن 2 مليار متر مكعب بالثانية في أقل من عام، تحديدا 340 يوم عمل. زين. في 340 يوم عمل موقع الثرثار عزز الفرات الأوسط والناصرية ب2 مليار متر مكعب مياه، بل أكثر بقليل.
لأجل توضيح معنى المليار وكمية المليار، العراق يحتاج إلى 8 مليار متر مكعب سنويا مياه إسالة. مياه إسالة عدا إقليم كردستان. زين. التبخر السنوي احنا سجلت المقاييس اللي عندنا في عام 21 فقد العراق 8 مليار متر مكعب نتيجة التبخر. زين. التبخر الآن معدل بالموسم الصيفي في ذروة الصيف يتبخر بحدود سنتيم. زين. من المسطحات المائية، كل ما يكبر المسطح المائي كل ما يكبر ويزداد معدل التبخر، وبالتالي هذا فقدان الري بالعراق. أنشئت في بداية القرن الماضي، الغاية منها كان لدرء الفيضان، لدرء مخاطر الفيضان على بغداد والمدن العراقية. زين. الآن بعد مواسم الجفاف العديدة والتأهيل وإنشاء السدود في دول المنبع وأهمية الموارد المائية في استغلالها سياسيا واقتصاديا لدى الدول دول المنبع، العراق تعرض إلى جفاف قاسي جدا، بحيث احنا من كنا نعاني من خطر الفيضان إلى نعاني من خطر الجفاف. فهذا التحويل الجذري في الإدارة، الأنهار مالتنا الترابية والأنهار العريضة، هاي كلها تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لتأمين أبسط المتطلبات اللي هي الإسالة والبستنة. موسمين سابقين عدا هذا الموسم اللي احنا به الآن في باكورتة، المواسم الصيفية السابقة كانت الزراعة به محدودة جدا، أهمها احنا انطينا خطة محدودة في لزراعة الشلب للحفاظ على البذور وتصنيف البذور. المعروف ان العنبر العراقي لا يمكن زراعته في اي بلد بالعالم الا في العراق، هاي ميزة تتميز بها الاراضي العراقية، واصبح العنبر العراقي هو هوية للعراق الزراعية. زين استاذ احمد، احنا اذا ما اردنا نتحدث عن مواصفات وكفاءة المحطات الصينية أو المضخات الصينية عفواً، وكذلك المواصفات للمضخات الأوروبية التي سوف تنصب قريباً، كيف ممكن نقيمها من الناحية الفنية؟ التقييم يعني للأمانة المضخات الصينية عملت بصورة مثالية جداً، يعني مثالية جداً، قيمها الاستشاري بعد مرور 6 أشهر على عملها تقييم أنطاها، وأعرض لسيادتكم الكتاب اللي قيمها شهادة التقييم. الاستشاري قيمها بأنها ضمن المواصفات العراقية، تمام، وبالإمكان الاستفادة من هكذا نوع مستقبلا في العراق. جيد. المضخات عملت بصورة طبيعية جدا وبدون أي مشكلة، والكميات اللي ضختها هي كميات نقدر نقول كانت مثالية اتجاها إلى زين. صرف الطاقة. زين، الناس تريد تعرف شنو الخزين المائي الميت في بحيرة الثرثار؟ الخزين الميت أستاذ العزيز، الخزين الميت والخزين الذي لا يمكن استغلاله سيحا. احنا عندنا عام كم نسبته من البحيرة كلها بحيرة الثرثار؟ الآن 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 الخزين احكي لك اليوم على وضعنا اليوم ما يعادل أكثر من 40 مليار متر مكعب. خزين بحيرة الثرثار. خزين الثرثار. كامل. تمام. 40 أو 43 أستاذ أحمد. هو أكثر من 40. لأن هي كل اللي إحنا نحكي عنه هي كميات تقديرية. تمام. مثل ما معروف هي 88 في 64 حدود البحيرة. تمام. الكميات كلها تقديرية. زين. 44 مليار متر مكعب مو؟ زين. إحنا الخزين الميت من بين 40 مليار شقد تقريبا؟ يقدر ولو بشكل نسبي يعني. يعني بس حتى المشاهد الكريم وحضراتكم يصورون بالفكرة المعينة، احنا الآن المنسوب اليوم المنسوب 44.09، احنا اذا نزل المنسوب تحت 44 نضطر الى تشغيل المضخات فقط
في حال النزول. احنا الان جيد. الان طبيعي الان جيد. الان العمل ساحن عن طريق الناظم اللي خلفنا، هذا الناظم العملاق اللي يصرف 1000 متر مكعب بالثانية. اذا نزل المنسوب تحت ال 44 تبقى الكميات المطلقة ان لتعزيز الفرات كميات ما تتناسب ويا طموحات الوزارة. زين. لذا نضطر الى تشغيل محطة الضخ. فيما يخص المضخات المزمع الأوروبية تم الإشراف على فحصها من قبل لجان بالوزارة ومن الهيئة التشغيل ومركز الدراسات الاستشاري، وكانت الشركة الفرنسية الطرف الثالث الفاحص موجودة فحصت وبالطريق. الآن نأمل وصولها خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع لنباشر نصبها. قد ياخذ وقت تنصيبها أستاذ أحمد؟ يومين. إذا إحنا جاي نهيئ الموقع مالتها ونهيئ موقع الكيبلات والكهرباء مثل ما أنتم شاهدتوا. نعم. الكادر الموجود يعمل، وبإمكان أيضا نعرض بعض الفقرات الخاصة بمكان النصب. إذا وصلت المضخات الأوروبية، إحنا العام الماضي كان معدل المطلق 100 متر مكعب. زين. إذا وصلت المضخات الأوروبية راح يكون معدل المطلق لا يقل عن 160 إلى 170 متر مكعب بالثانية. جيد. عندكم خطة توسعة مستقبلية لو فقط تعتمد على المحطات الأوروبية خلص؟ لا لا. المضخات الأوروبية. لا بالعكس، إحنا الهيئة الاستشارية لدولة رئيس الوزراء اطلعت على موقع الثرثار وقدمت عدة زيارات وهم خبراء ميدانيين كبار. كان احنا البارحة اجتماع ويا احد اعضاء الهيئة الاستشارية في هيئة التشغيل دكتور صادق المالكي، وبشرنا خير لان كانت رافعين توصيات الى دولة رئيس الوزراء، ودولة رئيس الوزراء وافق على جميع التوصيات، من اهمها نصب مضخة ثابتة في موقع الثرثار لا تقل عن 150 متر مكعب بالثانية. مضخة ثابتة. مضخة ثابتة. جيد. تعرف احنا المضخات الان الموجودة هي مضخات غير ثابتة. وأني أميل إلى هذا الرأي. أعتقد في ظل هذه الظروف والمعطيات الدولية الموجودة إحنا نحتاج نستثمر أي خطرة ما موجودة بالعراق. تمام. أنا أشكرك جزيل الشكر في ختام هذا الحوار، سيد مدير عام الهيئة العام لتشغيل مشاريع الري والبزر السيد أحمد كاظم عبد الله على هذه المعلومات المهمة، وإن شاء الله نتمنى أن يكلل أو تكلل هذه الجهود بالنجاح، وبالتالي تنعكس على واقع القطاع الزراعي وتنشيطه، وأيضا على حاجة المواطنين من المياه الصالحة للشرب. أعزائي المشاهدين، جولتنا مستمرة، خليكم ويانا. وعن كل ما يتعلق بالمواصفات الفنية للمحطات العاملة في بحيرة الثرثار راح نتحدث بشكل مفصل مع مدير عام شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري في وزارة الموارد المائية السيد سليم تشلوب بتشاي. مرحبا استاذ سليم. اهلا وسهلا. مرحبا بك في الترحيب. الله يحفظك. الله يسلمك. احنا اليوم متواجدين، نشرف بكم. دي الشرف. متواجدين اليوم في بحيرة الثرثار، سمعنا انكم محطات جديدة تعمل هذه المحطات على سحب الخزين المائي المسمى الميت وفق مفهومكم. نعم. اريد نعرف من اين تاتت هذه الفكره. نعم. ثم نتحدث عن المواصفات الفنيه لهذه المحطات. تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقه نتيجه لظروف الشح المالي المائيه اللي مر بها البلد لاكثر من 4 سنوات اضطرت وزارتنا الى ان تقوم بهذا العمل. نزول بحيره الثرثار وبقاء الخزين الميت وبكميات كبيره، اتطلب انه نسحب هذا الخزين ونغذي به نهر الفرات. زين. فكانت الأولى العمل الأول اللي قامت به الوزارة أنه جمعت المضخات اللي موجودة، المضخات العائمة في المحافظات والمشاريع. وتم نصب طاقم ضخ. جوي. وقام بعمله بسحب المياه وتصريفها باتجاه الثرثار. بعد ذلك تم تجهيز 10 مضخات صينية بتصريف 4 متر لكل مضخة. أدت الغرض، بالإضافة إلى ما موجود من عندنا من مضخات منصوبة سابقاً. قمنا نجهز تصاريف بحدود بين 90 إلى 100 متر مكعب. غطت لنا الخطة الشتوية لهذا العام. جي. وأمنت لنا التصاريف المطلوبة والاحتياجات المطلوبة في كل المحافظات الوسطى والجنوبية. على نهر الفرات. زين. شنو الفرق ما بين المحطات القديمة الخاصة بالوزارة
وما بين المحطات الصينية الجديدة عفوا اللي تم نصبها مؤخرا. حقيقة هي هذه كانت مضخات انه انضافت كطاقم اضافي للمضخات اللي موجودة القديمة اللي جمعت. تعرف هي مضخات كانت منصوبة لسنوات كثيرة في مواقع وايضا الاستهلاك من ناحية الصيانة، فتأمنت هذه المضخات الجديدة وفترة قياسية ضافت لنا تصريف جديد اضافي للمياه ولاحتياجاتنا لتغذية نهر الفرات. زين، يعني اكو التحسن ملحوظ في كمية نقل، صار نقل التصريف من 50 و40 متر مكعب الى وصلنا الى 90 و100 متر مكعب من خلال تشغيل هذه المضخات. وايضا اكو كان هناك دور كبير للوزارة انه قام من خلال شركتنا انه قامت بايصال خط كهرباء. كانت المضخات اكثرها مضخات ديزل. زين. والمعاناه والاستهلاكات في الصيانه وبتجهيز الوقود امنا ربط الخط الكهرباء، فكان اشتغال مستمر للمضخات الجديده العشره وتصريف عالي، فكان كل هذه العوامل ساعدت في نامن تصريف جيد، امننا الخطه الشتويه وعبرنا به المرحله اللي نحتاجها. زين، ليش ما بقيتوا معتمدين على المحطات السابقه؟ حقيقة هي يعني كان الاحتياج إلى أكثر من هذا الطاقم. يعني نحتاج إلى يعني بحدود 25 مضخة، وحالياً إحنا في طور التجهيز، يعني وزارتنا في طور التجهيز هذه المضخات لنحتاج عدد أكثر. بالإضافة إنه هذه المضخات نقلت من 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 مشاريع، يعني من مشاريع تحتاجها، يعني تجميع، يعني جمعت من المحافظات فتطلب إنه نجهز مضخات جديدة ونأمن بها التصاريف. زين، أريد أعرف شنو مساوي المحطات القديمة، يعني شنو يعني او مدى تاثيرها سلبا على اليه عملكم في بحيره الثرثار. هي مضخات تعرف يعني صار لها كذا سنه مجهزه وما تعاني من استخدام كان يعني سابق لها، وتحتاج الى صيانه دائمه، وهذا تمثل مبالغ وتمثل استهلاك وتمثل كذا، فانه نتامن مضخات جديده وبعمر جديد راح تساعدك تعبر المرحله وتامن الاحتياج المطلوب. زين استاذ سليم، ايش قد كانت الطاقه الانتاجيه للمحطات القديمه؟ كان تصريف للمحطات القديمة بين 50 إلى 60 متر مكعب. زين. من إجتنا المضخات الجديدة العشرة. زين. اللي هي تصريف كل واحدة من 4 متر مكعب. وصلنا إلى تصريف حدود من 100 متر مكعب، من 90 إلى 100 متر مكعب. زين. بالثانية، متر مكعب بالثانية طبعا. يعني أفهم من كلامك بأن التعاقد على شراء محطات جديدة في بحيرة الثرثار. نعم. حاجة ماسة كانت للوزارة. أكيد أكيد أكيد. وإن شاء الله إحنا بصدد إنه نجهز 25 مضخة خلال هذه الفترة، يعني المراحل عقد ماشية مراحل جيدة، وإن شاء الله خلال هذه الفترة أيام أو بداية الشهر الثامن راح تصلنا المضخات ونأمن تصريف يعني بحدود 150 متر مكعب من خلال مضخات جديدة. أما المضخات القديمة فممكن نستفاد فيه منعتها في مشاريعنا الأخرى يعني. زين، هسه هاي المحطات الصينية كم محطة هن؟ 10 مضخات. 10 مضخات عفوا، 10 مضخات صينية. واجهتكم بها مشاكل فنية، أعطال كذا؟ والله يعني هم احنا يمكن هذا يجاوب عليه المشغلين اللي موجودين هنا بالموقع. شلون أمنت لهم العمل وشلون التصاريف زيدت لهم يعني خلال هاي الفترة؟ يعني زين. اللي باعتبار انه اللي احنا كشركه جهزنا المضخات. زين. واللي بقى هنا بالموقع اللي يدير الموقع اداره مشروع الثرثار اللي تابع لها العمل التشغيل وفرت لهم تصريف اضافي، وايضا رفعت عنهم جهد الصيانه ووقت الصيانه اللي يمثل وقت، يعني اليوم انت من توقف المضخه راح يقل التصريف. فهاي مثل عبرنا هاي المرحله. ما واجهت مشاكل فنيه؟ لا ماكو كل مشاكل فنيه، واي مشاكل هي خاضعه الى صيانه والى ادامه، يعني ضمن التزامات الشركه المجهزه. يعني ايش قد عمرها الافتراضي هذه المضخات؟ والله مضخات يعني ان شاء الله احنا نتمنى تكون يعني تعبر الفتره اللي ريتها احنا يعني. تمام. زين، نتحدث عن 25 مضخه اوروبيه جديده راح تصل بحيره الثرثار قريبا. ابدا اعرف شنو بلد المنشا، شنو مواصفاتها، شنو ممكن راح اضيف؟ هي مضخات اوروبيه يكون هم تصريف كل وحده من عتها 4 متر مكعب، راح تكون هي وحدها تامن لنا 100 متر مكعب، بالاضافه الى المضخات اللي موجوده حاليا، فيكون احنا ان شاء الله من خلال المضخات الجديده راح يامن لنا تصريف بحدود من 140 الى 150 متر مكعب، وهذا يمثل هو الاحتياج يعني الجيد واللي يامن التصاريف المطلوبه للمحافظات الوسط والجنوب على نهر الفرات. تمام، انا اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. ختام هذا الحوار السيد مدير عام شركه الفاو العامه لتنفيذ مشاريع الرأي في وزارة الموارد المائية السيد سليم تشلوب بتشاي. شكرا جزيلا. حفظك الله. أعزائي المشاهدين، خليكم ويانا، مستمر الجولة، راح ننتقل إلى محور آخر من محاور
بحيرة الثرثار والمضخات الجديدة التي تم نصبها في هذه البحيرة بغية الاستفادة من كميات الخزين المائي الميت داخل بحيرة الثرثار. خليكم معنا. وكالعادة البرلمان يراقب أيضا هذا النوع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي برمته بالعراق، فضلا عن حاجة المواطنين من المياه الصالحة للشرب. راح نتحدث اليوم بشكل مفصل عن رؤية البرلمان تجاه المشاريع المتعلقة بقطاع المياه مع رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار السيد فالح الخزاني. مرحبا أستاذ فالح، نرحب بك أجمل ترحيب في هذه الحلقة الميدانية. حضرتك كنت محررا في فترة ما في فترة داعش الإرهابي، واليوم تزور هذا المكان أيضا اللي كنت حضرتك رئيس لجنة التحرير فيه، تزور هذا المكان أيضا وضمن مشروع استراتيجي آخر يخدم البلد على المستوى الاقتصادي. أريد أتحدث بداية يعني فد نبذة عن تاريخ هذه المدينة أثناء فترة داعش ودوركم، وبنفس الوقت تعليقك على مشروع المضخات في بحيرة الثرثار. تفضل سيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم، شكرا لكم بهذا اللقاء واهتمامكم بهذا هذه المشاريع ومشاريع استراتيجية. طبعا مشروع الثرثار هو من المشاريع التي أسست في مجلس إعمار العراق 1953، تم افتتاحها، ومجلس إعمار العراق 1950 في الزمن الملكي، وهذا يعتبر من المشاريع الاستراتيجية لمواجهة الفيضانات. كان هناك تحدي لبغداد، وايضا خزين استراتيجي طاقته اكثر من تقريبا 85 مليار متر مكعب، وهذا طبعا فيه منظومات توزيع للري بعد انه سقوط بعض المحافظات وظهور عصابات داعش الاجراميه الارهابيه. الحمد لله كنت حاضر في عمليات التحرير مع اخواني من اللواء 14 وكذلك قطعات الجيش العراقي مع الحشد الشعبي مع كل التشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب. دخلنا من منطقة النباعي كان أحد المحاور، وأيضا من منطقة ناظم التقسيم حتى وصلنا إلى المنطقة اللي كان بيد داعش، وكانت عملية التحرير الحمد لله أنه بعد قطع الماء عن ذراع دجلة الذي يصل إلى الفلوجة وبعد ذلك إلى ذراع إلى الفرات لينعش المناطق الوسطى بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية وصولا إلى ذي قار لتغذية عمود الفرات. نعم. اليوم طبعا هذه مو الزيارة الأولى، تقريبا هذه الزيارة الخامسة إلى الرابعة إلى هذا المشروع، وهو من المشاريع المهمة. العام الماضي كان لهذا المشروع أثر كبير في دعم ورفد عمود الفرات بحصة المياه حتى وصلت من 30 متر مكعب بالثانية إلى 50 متر مكعب بالثانية. مشروع المضخات. نعم، المضخات اللي هو من المشاريع المهمة والاستراتيجية لتعزيز شحة المياه، لأنه عمود الفرات فيه مشاكل حقيقية من دول المنبع من تركيا اللي عليها تقريبا 20 سد، ولكن هذا عزز بشكل كبير مع القناة الإروائية اللي طبعا تقريبا بحدود 4 كيلوات إلى 5 كيلوات عن هذا اللي هي تصل من مؤخر سد سامراء وصولا إلى أيضا عمود الفرات، يطلع تقريبا من 150 إلى 170 متر مكعب بالثانية لتعزيز شحة المياه. الموسم المضي الحمد لله تم تجاوز الأزمة في محافظات بغداد، وطبعا يرفد الجانب الغربي لمحافظة بغداد إلى الفلوجة وصولا إلى منطقة إلى كربلاء إلى النجف الأشرف إلى الديوانية إلى السماوة إلى ذي قار لمواجهة شحة المياه. فبالتالي هذا المشروع من المشاريع المهمة استراتيجية مكمل. نعم. إلى ملف شحة المياه. الموسم الماضي الحمد لله تم تعزيز هذه المناطق، علما الزيارة المليونية أكثر من 20 مليون زائر لم تكن هناك شحة. أعددنا خطة لتشكيل غرفة عمليات لموضوعين، غرفة عمليات برأس وزير الكهرباء. نعم. لكربلاء والنجف الأشرف للأربعينية إمام الحسين، وأيضا غرفة عمليات من وزارة الموارد المائية لتعزيز الأنهر مثل الحسينية وبني حسن في كربلاء
وكذلك ايضا جداول وصولا الى كل الموضوع المهم ايضا. نعم. وهذا الشيء طبعا يحسب جهود السيد وزير الموارد المائيه وايضا هيئه التشغيل السيد المدير وكل كوادر وزاره الموارد المائيه. العام الخطه الصيفيه 20,000 دونم زراعه محصول الشرب لحفظ الصنف طبعا على اعتبار انه شحت مياه، هذا الموسم 150,000 دونم مع ذنائب اللي ذنائب الانهر اللي خاصه في ميسان وذيقار مع طبعا المثنى مع النجف وكربلاء تصل وبابل طبعا في الكفل تصل تقريبا الاراضي اللي زراعتها تقريبا بحدود 200,000 دونم، وهذا له اثاره الاقتصاديه على دخل المواطنين في الفرات الاوسط. هسه احنا نريد نعرف سياده النائب انه هذا المشروع بالتحديد مشروع المضخات في بحيره الثرثار، ما مدى استفاده القطاع الزراعي منه على وجه الخصوص؟ اهميه هذا المشروع اولا الزراعي. نعم للقطاع الزراعي وايضا ايصال مياه الاساله واثر ذلك على الواقع للزراعه وايضا الاثر البيئي عندما تنخفض نسبه المياه. صح. بكل تاكيد هناك محطات غير معالجه للمياه الصرف الصحي تربي في طبعا عندنا متابعه لها لمعالجتها وان تكون مشاريع صديقه للبيئه، وبالتالي عندما تقل شحه المياه تؤثر على التصحر على دعم الثروه الحيوانيه على اعتبار ماكو زراعه ماكو اعلاف ايضا على الوضع البيئي، فبالتالي هذا المشروع عندما يخرج تقريبا مخطط له 100 متر مكعب بالثانيه هذا يعزز النقص الحاصل في عمود الفرات، وبالتالي هذا من المشاريع المهمه الاستراتيجيه ومشكوره الوزاره سيد الوزير جهود الوزاره بكل كوادرها وخاصه هيئه التشغيل استاذ احمد عبد الله الاخ يعني مدير هيئه التشغيل مع المهندسين مع القائمين على هذا المشروع بذلوا جهود كبيره خاصه بعد نصب مشروع الكهرباء لادامه عمليه استمرار ضخ المياه باتجاه طبعا الحمد لله هذا الموسم موسم خير ان شاء الله اليوم سد الموصل عندنا مليان سد دوكان ايضا يعني وضعه جيد كل الدربنديخان حمرين هذا الثرثار كان تقريبا 39 مليار متر مكعب اليوم الحمد لله 43 مليار متر مكعب كان هنا سد طبعا قبل فتره هاي السد فيها محصول الماء وكان من خلال المضخات هي عملية الضخ نعم. اليوم لا بإنسيابية بعد رفع السد ارتفاع منسوب المياه هو بإنسيابية تقريبا 40 متر مكعب بالثانية هذه الأيام إن شاء الله جيد. طبعا بدون تكلفة لا وقود لا كهرباء لكن هذه الأيام الجاية لا أكيد يحتاج طبعا. على اعتبار الصيف وعندنا موسم صيفي طبعا القناة الإروائية تعزز من 150 إلى 170 متر مكعب بالثانية هذا 100 جيد. متر مكعب بالثانية يمكن أن يصل أكثر بعد نصب المشروع الثاني إلى 150 متر مكعب. شنو رأيكم بالمضخات اللي نصبت والتي سوف تنصب؟ بالنسبة للمضخات طبعا هناك جدل أثير حول هذا الموضوع وفتحت التحقيق بهذا الموضوع ولكن أعتقد البلد مر بأزمة والأزمة تحتاج إلى موقف فكان موقف الوزارة واضح وصريح وداعم إلى أولويات المواطنين وهي إيصال المياه صالحة للشرب على أثر هذه الفكرة الناجحة من الوزارة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وآله وسلم كان بشكل عكسي نصب المضخات من على السد القاطعة بين المديرة والشبايش على الفرات لتعزيز وتغذية النصب المضخات طبعا أيضا هي التشغيل تعزيز أهوار الشبايش وإنعاشها والآن الوضع جيد في الشبايش ونسبة الإنعاش للأهوار على أثر ما تقوم به الوزارة وتواصلنا طبعا على مستوى نيابي مع دول الجوار واليوم الكارون مفتوح هاي السنة الثانية الحمد لله الوضع جيد في عمود شط العرب والسياسة الوزارة من 20% انعاش الأهوار إلى تقريبا 50% انعاش الأهوار طبعا بسياسة هيئة التشغيل وأيضا دعم الفلاحين في الوسط الجوم أثر ذلك بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتي
لأكثر يصل تقريبا 6 مليون طن لهذا الموسم، ونأمل الأيام أو السنة المقبلة والتي بعدها بعد أن أدخلنا منظومات الري الحديثة بدعم الفلاحين بشكل كبير سوف ينعش قطاع الزراعة ويحافظ على ويقلل من الهدر لأثر للمياه. أفهم من كلامك سيادة النائب بأن كبر نبان، بأنكم كبر نبان معني في ملف الزراعة والقطاع المياه أيضا داعمين لهذا النوع من المشاريع، مشاريع المضخات في بحيرة الثرثال وغيرها سيادة النائب؟ نعم بكل تأكيد داعمين لكل المشاريع، وإذا كانت هناك ملاحظات أو شبهات أو غيرها تثار حول أي موضوع نحقق فيها أصوليا وفق السياقات القانونية، وهذا ما رسمه لنا الدستور وحدده القانون. أشكر أما جديد. بالنسبة لهذه المضخات طبعا من خلال قناتكم أول نعم. أقدم الشكر والتقدير إلى السيد وزير الموارد المائية وإلى كل كوادر وزارة الموارد المائية لدعمهم لقطاع الزراعة ودعمهم أيضا يبذل جهد كبيرة، وأيضا نأمل طبعا الأيام المقبلة أن تكون هناك قفزة نوعية في إصلاح منظومات الري بالشكل الصحيح. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية السيد فالح القزعلي على الحضور معنا ميدانيا في بحيرة الثرثال. شكرا جزيلا سيادة النائب. من التحرير إلى الزراعة إلى الخدمة إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا سيادة النائب. الله يبارك فيك ويوفقكم. وآخر حواراتنا أعزائي المشاهدين داخل بحيرة الثرثال راح تكون مع مدير قسم المحطات في الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل المهندس سلمى طالب عبد الحسين. مرحبا استاذ سلمى. اهلا وسهلا بك الله يسلمك استاذ سلمى. عفوا ايش قد ممكن يكون العمر الافتراضي للمحطات الصينية او المحطات الأوروبية المستقبلية؟ العمر الافتراضي يعني معدل تشغيلها 60,000 ساعة. المضخات الصينية 40,000 ساعة. زين. معدل التشغيل مالتها. وأن نقصان الإيرادات المائية جعل الوزارة أمام تحدي كبير في معالجة النقص الحاصل في المياه، حيث قامت هيئتنا بالتنسيق مع شركة الفاو بالتعاقد لتجهيز مضخات صينية المشي عدد 10 تصريف إجمالي 40 متر مكعب باستخدام نوعية وتقنية حديثة من المضخات، وهي المضخات العائمة الغاطسة وتعمل ببوردات كهربائية تعمل بتقنية حديثة اللي هي نظام الـ VFD وتكون ذات استقرارية عالية عند التشغيل والإطفاء. زين هذه المحطات مستخدمة في دول معينة؟ مستخدمة في جميع أنحاء العالم، المضخات الغاطسة مستخدمة في جميع أنحاء العالم. المضخات عفوا مستخدمة نعم. ولكنها حديثة في مواقعنا. احنا هاي أول استخدام استخدمناها في بحيرة الثرثال. زين، ليش لجأتوا مثلا إلى الصين بالتحديد؟ يعني لقصر الوقت، احنا كان الوزارة أمام تحدي كبير في معالجة الشح المائية. تعرف احنا المضخات الأوروبية يحتاج لها وقت حتى توصل تصنيعها واستيرادها. المضخات الصينية كان يعني كانت جاهزة ومتاحة وكان وقت تجهيزها وتنصيبها كله صار تقريبا 60 يوم. 60 يوم اي نعم، وقت قصير وعالجنا الشح المائي وحتى تم تحقيق تصريف من البحيره بحدود 2 مليار متر مكعب باتجاه نهر الفرات. 2 مليار نعم، 2 مليار متر مكعب بالثانيه. زين يعني المحطات الصينيه عفوا المضخات الصينيه داخل بحيره الثرثال نقدر نقول بعد ما دخلت الخدمه انه اثبتت نجاحها وكفاءتها؟ اثبتت نجاحها وكفاءها وتم تقييم عملها من قبل مركز الجهه الاستشاريه لوزاره الموارد المائيه اللي هو مركز دراسات والتصاميم، حيث بين المركز بانها تعمل باستقراريه عاليه وثباتيه في التعاون. زين ماذا عن المضخات الاوروبيه؟ المضخات الاوروبيه هيئتنا تعاقدت مع احدى الشركات الرصينه بتجهيز مضخات اوروبيه عدد 25 بتصريف اجمالي 100 متر مكعب بالثانيه. وحقيقه احنا الاسبوع الماضي كنا في زياره للمصنع وكان فحص حضور، احنا كنا طرف جهه يعني جهزه المضخات العفو احنا الجهه اللي راح توصلها المضخات وكانت الجهه المصنعه والطرف الثالث اللي حضر الفحص. وتم اجراء الفحص من قبل الشركه الفاحصه وكانت النتائج مقبوله ومرضيه جدا وبحضور احد من مركز دراسات والتصاميم من الجهه الاستشاريه. زين استاذ سلمى، المضخات لما كانت صينيه او الاوروبيه الموجوده في بحيره الثرثال بها ضمان معين؟ طبعا فيها ضمان، احنا لسه حاليا المضخات الصينيه الضمان مالتها لمده سنه من تاريخ التشغيل مالتها. طبعا احنا بالمناسبه المضخات الصينيه ما دفعنا دينار واحد للشركه، كان توجه الوزاره بان تنصب وتشتغل وتدفع مي وتثبت كفاءتها يلا
نسدد مستحقات الشركه. فجهزت ونصبت واشتغلت يلا سددناها، وبعد 6 اشهر من عملها طلبنا من المركز الجهه الاستشاريه للوزاره مالتنا تقيم عملها، وقيموا عملها وكانت ممتازه جدا. تمام. ونتائج الفحص للمضخات الاوروبيه ايضا كانت ممتازه، وحاليا بدا الشحن مالتها، وان شاء الله في منتصف شهر اب راح يكمل تنصيب المضخات ال 25 بالكامل تجهيزها ونصبها من قبل الشركه. انا اشكرك جزيل الشكر في ختام. شكرا جزيلا، الله يحفظك، تشرفنا بك السيد رئيس قسم المضخات في قسم المحطات، الله يحفظك، عفوا، في الهيئه العامه للتشغيل مشاريع الري، ونعم لك سعد، تشرفنا بك، الله يسلمك. المهندس سلمى الطالع عبد الكريم، الله يحفظك، معلومات مهمه. مشاهدينا الكرام، كل ما يتعلق باستراتيجيه وزاره الموارد المائيه المتعلقة بزيادة الإطلاقات المائية أو زيادة المضخات في بحيرة الثرثار أو غيرها من المواقع راح نتعرف عليها من خلال زيارتنا إلى معالي وزير الموارد المائية. خليكم ويانا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام، بعد ما زرنا بحيرة الثرثار واطلعنا على آلية عمل المضخات المتطورة الموجودة داخل بحيرة الثرثار واللي انعكست إيجابا على آليات ضخ المياه الميتة إلى حوض الفرات، نتواجد الآن في مكتب معالي وزير الموارد المائية السيد عون ذياب عبد الله. نرحب بك معالي الوزير، كانت لنا زيارة ميدانية في مشروع الثرثار، محطة الثرثار المضخات، ووجدنا أن هذا المشروع ينعكس إيجابا على واقع المياه بشكل عام في العراق. هل من يعني إضافات لهذا المشروع مستقبلا معالي الوزير، وما هي الأهمية المكتسبة للعراق من هذا المشروع؟ تفضل. بالحقيقة هو طبعا تشبت الثرثار، الواقع أنا أعتبر الثرثار هو فد نعمة كبيرة للعراق، هذا المنخفض الرائع اللي أنقذ العراق وبغداد خلينا نقول وكل مدن الجنوب من الفيضانات لسنين طويلة، لأن بهالطريقة بوجود سد السامرة وقناة الثرثار ننقل المياه إلى هذا المنخفض لسنين طويلة بالفيضانات العارمة في سنين 54 ولاحقا، وكان فيضان 69 من الفيضانات الكبيرة جدا، و88 أيضا. هذا الجانب. الجانب الآخر حاليا هو المنقذ لموضوع الجفاف، المنقذ، نعم. هذا الثرثار الحقيقة هو المنقذ لجفاف اللي حدث أو يحدث في سنوات متكررة نتيجة التغيرات المناخية، يعني احنا صار عندنا جفاف لمدة 4 سنوات متتالية، صح، فمضطرين أن ننقل المي من الثرثار إلى الفرات. الفرات لا يوجد فيه روافد للأسف، بعكس دجلة عندنا روافد داخل العراق، الزاب الأعلى، الزاب الأسفل، ديالة، العظيم، كلها هذه ترفد دجلة، لكن الفرات لا يوجد به أي روافد سواء في سوريا أو في العراق ما عدا الخابور، وأيضا حالياً استثمر الخابور في سوريا استثمر بشكل كامل وأصبح المياه التراجعة به هي مياه مجاري وبزل ما إلى قيمة بالنسبة للتأثير على الفرات. فالتجهيز الفرات من الجارة التركية، أحيانا هناك نقص في التجهيزات، ونلجأ المن، يعني حقيقة هذه النقطة اللي واجهتنا ونقطة صعبة كانت. زين. فلجأنا للثرثار، الثرثار حتى يعبر المياه بالانسياب الطبيعي تتحدد مناسيب لحد منسوب 43.5 43.50 سنتيم، هذا المنسوب ممكن أن يعبر المي بالسيحة بتجهيز بسيط، يعني 40 إلى 50 متر، نزل عن هذا المنسوب يتوقف بعد ما نقدر نجهز. فلهالسبب ذهبنا إلى نقل المياه بالضخ. زين. يعني هذا الحل الوحيد، أن نجهز الفرات بما لا يقل عن 100 متر مكعب في الثانية. فبدأنا بهالعملية هاي، تعرف العملية أخذت وقت، أولاً اعتمدنا على بعض المضخات الموجودة لدى هيئة التشغيل في عموم العراق،
جمعناها وبدأنا نشتغل، بعدين بدينا نطور هذا الموضوع حتى نحصل على مضخات أفضل. حاليا عندنا عقد نتوقع أن ينجز أو يعني يتكامل، راح يبدأ التجهيز تباعا شهر آب، في شهر آب ومن ثم شهر أيلول في نفس المشروع. نعم، هو لتجهيز مضخات حديثة أوروبية بطاقة 100 متر مكعب في الثانية. 100 متر هذا اللي احنا مخصصينه لهذا المشروع. هذه 100 متر مكعب بالثانية راح تكون مساهمة كبيرة إلى الثرثار، العفو من الثرثار إلى الفرات، لأن الفرات بأمس الحاجة، لأن يجينا 200 متر مكعب من حديثة، هذه تضاف لـ 100 متر مكعب من الثرثار، وبحدود الـ 150-180 متر مكعب من دجلة. بهيجي حالة نقدر نمرر احتياجات الفرات في فترة الصيف، فترة الحاجة، الحاجة اللي هي احنا تعرف الفرات خاصة منطقة الفرات الأوسط هي تعاني وهي بيها كثافة سكانية كبيرة جدا، ومن مزارعي الرز، يعني زراعة الرز على الفرات في النجف ومحافظة الديوانية وجزء من كربلاء أيضا. فالحقيقة تجهيز المياه في فترة الصيف تمام موضوع حيوي ومهم، لأن أكو هناك تبخر عالي، الواقع نفقد كميات كبيرة من المياه نتيجة هذه العملية، فضخ المياه من الثرثار تمام راح يحل لنا مشكلة كبيرة بتأمين المياه إلى تمام هذه البلد. البعض يتساءل معالي الوزير أنه كم هي نسبة الكميات، كميات المياه التي وفرتها هذه المضخات؟ حقيقة هاي كميات كبيرة جدا، يعني حقيقة أكثر من 2.5 مليار متر مكعب غذينا الفرات في هاي الفترة من حين تشغيل المحطات. نعم، المضخات هو نعم من المضخات ضخ ما يعادل أكثر من 2.5 مليار. هاي 2 مليار ايش قدمت لنا؟ هاي قدمت ناحية الوضع في الفرات بالكامل، وأيضا لها تأثير على الأهوار. أهوار الجنوب حاليا ما عندنا كميات كافية تدفق طباعا، هذه المياه خدمت بشكل كبير كل المدن اللي تقع على الفرات من الرمادي الفلوجة ثم نروح جنوبا إلى كربلاء حتى ذي قار أعتقد، يعني الهندية. نعم حتى ذي قار، يعني هو حد ذي قار وحد تشبايش. نعم لها قيمة كلش كبيرة هذه الحقيقة، معالجة الوضع المائي في نهر الفرات. بعد هذه المضخات وبعض مشاريع الوزارة الأخرى، وضع العراق المائي حاليا مقارنة بالعام السابق معالي الوزير؟ والله هي السنة الحمد لله الوضع أفضل من العام السابق، والسبب هو وجود خزين جيد في سد الموصل. واقع احنا من حسن الحظ الله سبحانه وتعالى رزقنا أمطار في المنطقة الشمالية وقدرنا نستثمرها ونخزنها في سد الموصل. هذه الكميات المخزونة في سد الموصل جاي يساعدنا في معالجة موضوع الفرات والشحة بشكل كامل، فهذه خدمتنا لفترة كبيرة وتخدمنا هذه الأشهر. حاليا مجموع الخزين المتوفر عندنا أكثر من العام الماضي بحوالي 10 مليار متر مكعب. ممتاز جدا، فهذا ينطينا فسحة من الاطمئنان بأن نقدر نأمن احتياجاتنا خلال الصيف الحالي، ونأمن احتياجات الرية الأولى من رية البذار لمحصول الحنطة. جيد، هذه احنا مخططين بهالشكل، يعني أن ننطي مياه حاليا لأغراض زراعة الرز والزراعات الأخرى، الذرة الصفراء في بابل مثلا يزرعون كميات، وتأمين مياه الشرب بشكل عام. يعني هسه كثير من المناطق الحقيقة يشكون أحيانا من نقص في وصول المياه الشرب لهم، احنا قاعد نعمل على أن نأمن هذه المياه من محطات الضخ في الثرثار، لأن تدري ومن تغذية المياه من دجلة. تمام، هاي العاملين هو اللي خدمة، يعني راح جاي نجهز الفرات بحدود حوالي 600 متر مكعب بالثانية، بينما تأتينا فقط 200 متر مكعب
بالثانية من الثرثار، من الثرثار 200 أو 250. حاليا قاعد نضغط على الفرار على الحديثة، نضغط من الإطلاق من حديثة وصعدنا الإطلاق حتى نعالج المشكلة. قاعد نطلق كنا 380 حاليا خليناها اليوم سوينا 400 من أجل أن نأمن احتياجات الفرات بالكامل. تمام. المضخات الأوروبية اللي راح توصل أو يعني يتم تشغيلها في مطلع آب أو في شهر آب المقبل مع الوزير، هذا هو آخر المشاريع الوزارية في يعني بحيرة الثرثار أم هناك أيضا توسع بالمستقبل؟ الحقيقة إحنا المضخات اللي إحنا معتمدين أن نضخ من الثرثار بشكل ثابت ومستمر لا يقل عن 100 متر مكعب بالثانية. بالثانية. لأنه عندنا الحالية حاجة. القدرة الحالية أن نضخ بعد أن تجي هاي المضخات نصل إلى 140 متر مكعب. يعني سبق أن اشترينا مضخات صينية حقيقة صار عليها جدل، لكن احنا ندرك ما أهمية هذه المضخات. هذه المضخات تنتج 40 متر مكعب بالثانية، يعني جيدة، ما زالت قائمة ومستمرة وتشتغل على مدى الساعة. المضخة الوحدة 4 متر مكعب بالثانية. بعد ايش هذا اللغط عليها اللي صار مع يا سيدي؟ وهاي قضايا تدري احيانا تقاطع المصالح كثير موضوع من النوع هاي. احنا ما نريد ندخل بهذا الجانب، احنا لازم نشتغل بمهنية. يعني انا مسؤوليتي ليست سهلة، انا من اشوف خطورة متهدد مجتمعات قائمة على الفرات لازم اجد بديل. البعض يروح باتجاهات يعني وفق تصوراته، وفق انه الموضوع صلاحيتي وما اقدر السلطة التقديرية اللي امتلكها. انا شنو القرار اللي اتخذه؟ اتخذ قرار مناسب لحماية الناس ولتأمين احتياجاتهم بشكل سليم. ما اجي اعتمد على اراء يعني تنزل احيانا بالميديا وافكار غير علميه. واحنا هذه المضخات ترى اشتريناها بمبالغ زهيده يا سيدي، يعني هذه جزء الاوروبيه سعرها اضعاف هاي المضخات، لكن ادت عمل، ادت وانتجت كميات كبيره، سدت حاجه. هسه لو طلعت فلوسها هاي بالطريقه الجلفيه او اكثر، لكن هاي ما يعنيني انا مو اشتري شيء. تمام. لا، هذه ممكن استفاد منها بشكل كامل بالمستقبل، بدل ما اضخ 100 اقدر اضخ 140. لكن انا ايضا عندي حساباتي للموازنه داخل الثرثار. انا ما اريد الثرثار ينزل الى مناسيب كبيره لا استطيع تعويضها بالمستقبل. ادرس الموضوع بشكل علمي. جيد. يعني احنا ناس يعني نشتغل بشكل بأسس دقيق. مهنيه دقيقه حتى نقدر وحسابات معينه نوازن الحاله. تمام. بشكل سليم. تمام. نعم. معالي الوزير، ماذا عن مفاوضاتنا مع الجانب التركي بخصوص اطلاق كميات مياه اضافيه للعراق؟ حقيقه هو كان هذا الاسبوع الماضي كان لقاء مهم ومثمر مع الجانب التركي، لان كان وفد رفيع المستوى يعني بقيادة وكيلة وزير الخارجية، هي تعتبر الشخص الثاني في وزارة الخارجية. في تركيا ملف المياه في أعلى مستوى في السلطة، ووزارة الخارجية هي المعنية فيها. شوف أهمية المياه، ما تركوا الملف بيد الجهة المعنية بالمياه في وزارة الغابات وشؤون المياه، خلوا الملف بيد وزارة الخارجية لأهميتها. فاحنا حاولنا، يعني انا الحقيقه بالرغم من كون مستوى الوكيل اقل من مستوى وزير، لا انا حضرت لان اهميه الموضوع. اكيد. الحقيقه بعد ان وقعت الاتفاقيه الايطاليه بين دوله رئيس الوزراء المهندس محمد شيع السوداني مع الرئيس التركي السيد رجب طيب اردوغان، هذه الاتفاقية أسست لعلاقة جديدة مع الأتراك. العلاقة انبنت على أسس. أولاً أن يجون يدخلون معنا الشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للموارد المائية.
جيد. هذا الشيء الحقيقة نقلة نوعية. ويبعث اطمئنان للجانب. وإضافة إلى هاي إحنا أثرنا موضوع المياه وكيفيتها وزيادتها في موسم الصيف، وأجابوا أنهم راح يدرسون هاي الحالة وراح يعملون على أن يكون التجهيز أفضل. وهاي خبر يعني جديد حصري اليوم، يعني احنا نتابع كميات المياه اللي تطلق من سد أتاتورك على الحدود السورية التركية يوميا. خلال اليومين أمس واليوم هناك زيادة ملحوظة لاحظناها تصل لحوالي 700 متر مكعب بالثانية، وهذا شيء إيجابي. شنو سبب هاي الزيادة المعالي معالي الوزير؟ هو طلبنا، أنا بناء على طلب طلبنا جيد. ووجود وفرة مياه في سد أتاتورك وتشغيل السد لغرض توليد الطاقة الكهربائية، يعني موسم الصيف يحتاج إلى توليد طاقة. رغم من هذا احنا فرحانين، لأن يعني يجينا المي بالتأكيد يجي إلى سد الطبقة في سوريا. علاقتنا جيدة مع الإخوان في الجانب السوري، وأنا على اتصال يعني رغم من هاي اليومين شوية صادف قطر، فبالتأكيد راح يكون عندي اتصال مع سيد وزير الموارد المائية في سوريا حتى يطلقونا كميات أكثر خلال هاي الشهرين بالذات السابع والثامن. نعم. وحتى التاسع نحتاج إلى إطلاقات أكثر، لأن أكو إطلاقات جيدة تأتي من تركيا، فممكن أن يطلقونا كميات من سد الطبقة حتى نواجه الموسم الصيفي إن شاء الله بنجاح. إن شاء الله. إحنا نشكرك جزيل الشكر معالي وزير الموارد المائية على وقتك الثمين اللي منحتنا إياه اليوم. أهلاً ومرحباً. وإن شاء الله يكلل هذا المشروع وبقية مشاريع الوزارة بالنجاح إن شاء الله، بالتالي تنعكس إيجاباً على حاجة قطاع الزراعة وحاجة المواطنين أيضاً من المياه الصالحة للشرب. شكراً جزيلاً لك. شكراً جزيلاً مع الوزير. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلىكم إلى ختام هذه الحلقة، نلتقيكم بحلقة أخرى من برنامج دينار. دمتم بأمان الله.